الوصفه ديال اليوم وصفه ايطاليه سهله بسيطه ما فيهاش مكونات بزاف. ندخلوا في التفاصيل. اول حاجه غنديروا هي شدينا الدنجال درناه دواور ملحناه مزيان ودرناه في الصفايه وتقلنا عليه باش يطلق لنا الماء اللي فيه. الطريقه فايت شفناها. دابا ندوزوا للوصفه. اول حاجه غنديروا هي كنشدوا نص بصله قطعوها شرائح وضريسات ديال الثوم على مناتهم او في النص الا كانت كبيره بزاف حيت غنحيدوهم. هادو غنسمو بهم غير الزيت. ثم دابا غنحيدوها. دابا غنديرو معلقه كبيره ديال مرشة الحوت. بعد ما تحرك لينا مطيشة الحب دابا غنديرو مطيشة الحب. دابا غنتبلو نص معلقة ديال البزار معلقة ديال الملح والزعتر ناشف. وكان ورقات الحبق يكون احسن. انا ما متوفرينش عندي فهما كيزيدو نسمه زوينه لاصوص. هنا درنا حوالي جوج كيسان ديال زيت المائدة زيت عادية. نغطسو في البيض ثم الطحين ثم في المقلاة ديالنا.
دابا حنا قربنا نساليو الدنجال ديالنا بالقليان، الصوص ديالنا ها هي جدات. في هذه المرحله ندوقوا الصوص نشوفوا شنو خاصها. غادي نسخنوا الطبق ديالنا، دهن الطاوله شويه ديال الزيت البنزين، ندير شويه الصوص، دابا غنسكب الدجاج ديالي. دابا غنديرو الفورماج على حسب الذوق. انا درت الموتزاريلا، فورماج حمار، فورماج شرائح، بارميزون كتجي واعره. المهم على حسب الذوق الفورماج اللي درتو راه كيجي مزال. ها هي الموتزاريلا دابا فورماج حمار، نزيدو الصوص، نزيدو طبقة أخرى ديال الدنجال. الطاوة كبيرة، يعني طاوة صغيرة ديرو بزاف ديال الطبقات كتجي أحسن. هذه طاوة كبيرة هزات ليا بزاف، جاوني يلاه جوج طبقات، نتوما ديرو ثلاثة أربعة خمسة على حسب الطاوة ديالكم. نديرو الصوص ديالنا، نديرو فورما الشرائح، حنا درنا الفورماج الشرائح. دابا غنزيدو شويه الصوص، نزيدو موتزاريلا، نضيف فرماج حمر من الفوق، بالنسبة لعشاق الفرماج بحالي عيلقاو اللي بغاو في هاد الطبق.
دابا الوصفه ديالنا واجده. دابا غنغطيوها بورق الطبخ بابي الومنيوم وندخلوها للفران واحد ربع ساعه او ثلث ساعه لما تنسجم العناصر والداخل العناصر والاذواق. ومن بعد نحيدوا الغطاء ديالها وغنخليوها تحمر لنا من الوجه. او بالصحه والراحه الاكله ديالنا وجدات، جربوها ما غاديش تندموا. السلام عليكم.